وللمزيد بتنضم إلينا هاتفيا الأستاذة نيفين شحاتة، مسؤول ملف التعليم بالأهرام. أهلا بحضرتك، كيف تابعتي سير العملية الامتحانية خلال الفترة الماضية؟ الحمد لله، امتحانات الثانوية العامة يعني مرت بهدوء فيما عدا بعض المواد زي مثلا زي الفيزياء اللي اشتكى منها الطلاب، ولكن الحقيقة الوزارة سرعان ما يعني اعترفت بهذه الأخطاء وتم إعطاء الطلاب الدرجات النهائية في هذه الأسئلة. هي حوالي 3 أو 4 أسئلة، واليومين الجايين دول الوزارة هتعلن النتيجة بتاعة تصحيح مادة الفيزياء، وهيبقى فيها إن شاء الله مفاجأة ضارة لأبنائنا الطلاب. كمان في المواد اللي انتهى المصححين من تصحيحها يعني كلها مطمئنة، وكمان في ارتفاع في نسب النجاح في مواد زي اللغات الأجنبية الأولى والثانية والتاريخ عن العام الماضي. يعني بصفة عامة يعني سير الامتحان الامتحانات من بدايتها حتى الآن بتسير الحمد لله يعني بصورة مطمئنة. كمان المواد اللي انتهى تصحيحها نتائجها حتى الآن مطمئنة جدا، وطبعا خلاص متبقي يعني مواد قليلة، وإن شاء الله الامتحانات هتنتهي 20 يوليو المقبل، وإن شاء الله تكون الامتحانات اللي جاية كمان يعني يكون فيها شيء من السهولة بالنسبة للطلاب، خاصة النهاردة كان في انطباع جيد جدا عن امتحانات التفاضل والتكامل. طلاب الشعب يعني قيل بأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وأن الأسئلة خالية من التعقيد. دي حقيقة، النهاردة كان الطلبة طالعين من اللجان مبسوطين جدا وبيشكروا في الامتحانات ومستوى الأسئلة، وإن الأسئلة ما فيهاش أي فزلكة وبعيدة عن الغموض والتعقيدات. وطبعا يعني أدام في إجماع كده يبقى بالفعل الامتحان كان كويس، لأن كمان الوزارة رصدت إن يعني ما فيش شكاوى من امتحان اليوم، وحتى حالات الغش يعني حالتين تقريبا، حاجة معدودة على الصوابع لا تذكر. يعني ده بيأكد إن خلاص يعني حتى الطلبة الغشاشين بدأ أعدادهم يتقلص مع نهاية الامتحانات، ونتمنى يعني هذه الظاهرة تختفي تماما إن شاء الله. إن شاء الله، وبنتمنى لأبنائنا كل التوفيق. أنا بشكرك أستاذة نيفين شحاتة، مسؤول ملف التعليم بالأهرام، شكرا لك.